مساء الخير عليكم أعزائي المشاهدين في برنامجكم 60 دقيقة. النهاردة معاكم حلقة استثنائية جدا، حلقة هنتكلم فيها عن أهل دايرة حلوان. أهل حلوان اللي هو الناس اللي كانت فيها قمة الحضارة، كانت بلد كلها قصور وكانت فيها استراحات الأيام الملك فاروق، كانت استراحات الملك أيام الخديوي إسماعيل وأيام الملك فاروق، كان فيها ركن فاروق، كان فيها كبرتاج اللي الناس كلها كانت بتيجي من كل دول العالم علشان تتعالج فيه. احنا النهاردة حلوان وصلت لأسوأ حالتها في ظل ان احنا كان عندنا اعضاء مجلس نواب في ظل السنين اللي فاتت دي كلها لم يتغير اي شيء في حلوان، لم نسمع الا دعاية انتخابية فقط، يوجد النائب اثناء الانتخابات علشان يقول لنا الاناشيد اللي بيقولها كل نائب بيجي يترشح في البرلمان. قبل ما نبدا حلقتنا معاكم النهارده هرحب بزميلتي مي. ازيك يا مي؟ اهلا وسهلا. اهلا بيكم، فكره البرنامج قويه جدا واهلا باسره البرنامج. النهارده هنكون معاكم مع كل سكان حلوان. النهارده هنتكلم معاكم عن كل مشاكل احياء حلوان، اللي هو كل ما يخص حلوان من حي المعصره لحي لا حدائق حلوان لتبين لكفر العلو، كل جزء في حلوان ل 15 مايو. النهارده هنتكلم معاكم في كل مشاكل الدايره بالكامل. عايزين بقى نخف شويه، احنا في عهد معالي سياده الرئيس السيسي النهارده بنغير وبنعمل طفره علشان نغير، وسمح لكل الشباب ان هي تتكلم وتقول وتنتقد علشان نعمل طفرة نوعية في الاخطاء اللي بنشوفها. فاحنا النهاردة عايزين نتكلم مع حضراتكم عن المشاكل اللي بتواجهنا، قد ايه احنا عندنا مشاكل، قد ايه احنا عندنا كوارث بتحصل. النهاردة احنا عندنا كان عندنا معالم سياحية من اهم المعالم السياحية في العالم. النهاردة مكان زي الكبرتاج كان الناس بتجي من كل أنحاء العالم بتتكلم عن المياه الكبريتية اللي بتتم معالجة الأمراض الجلدية الغير معروفة. النهاردة احنا ناشد مين أما يكون في عندنا أعضاء مجلس نواب موجودة حاليا بقالهم أكتر من 15 سنة أو 10 سنين مش عارفين يشغلونا معلم سياحي زي الكبرتاج، زي القصر بتاع الخديوي اللي كان موجود ودلوقتي مهجور. احنا دلوقتي هنناشد مين علشان يجي ويقول لنا ده حلوله ايه ومشاكله ايه؟ مشاكل كتير جدا عندنا في حلوان، احنا دلوقتي عندنا تكدسات سكانيه غير طبيعيه. في ظل ان احنا في موسم انتخابات ودعايه انتخابيه وكلام واحنا هنعمل واحنا هنسوي واحنا هنروح واحنا 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 واحنا، احنا لم نرى عضو مجلس نواب منذ 10 سنوات في حلوان انه عمل شيئا في حلوان ملموس. غير ان احنا بناخد وعود، احنا عندنا معالم سياحيه تعمل لنا اكتفاء ذاتي للمكان بتاعنا، يعني احنا النهارده في ظل معالي الرئيس بيقول ان احنا عندنا، لا احنا ما بنحملش الدوله حاجه، احنا بنناشد الساده المسؤولين المحترمين ان احنا عندنا معالم سياحيه في حلوان تكفي حلوان تكفيها اكتفاء ذاتي، يعني احنا عندنا معالم لو شغلناها واستغلناها صح هيكون معانا كميه اكتفاء ذاتي لكل احياء حلوان من حي المعصره لحي حلوان لحي 15 مايو لحي التبين لحي كفر العلو، كل الاحياء دي هيبقى عندنا فيها اكتفاء ذاتي. اناشد كل اعضاء مجلس النواب او كل المرشحين الحاليين، ارجوكم ان تروا حلوان ليس بوعود فقط، بل سوف نرى حقيقه ملموسه على ارض الواقع. هو شخص وحيد يمكن ان احنا سمعنا منهم بعض الناس الموجوده دلوقتي، هو في بعض المرشحين، في مرشح هو دوت يعني يمكن هو ده يعني من افضل المرشحين الموجودين او هو اكتر الناس البرامج اللي شفتها لفتت نظري، اللي هو بيتكلم عن احياء الحضاره في حلوان، احياء الخط التنظيمي بتاع حلوان تاني، وهو الدكتور ابراهيم الدسوق اسماعيل محمد علي محجوب، الدكتور اللي هو اتكلمنا اما استضفنا الدكتور ابراهيم كان اول مرشح انتخابي يقول لنا احنا ازاي هنعمل اعاده هيكله تنظيميه لحلوان، فين ده وفين الناس الموجوده اللي تحيي ده موجوده معانا؟ احنا بنناشد كل احياء حي المعصره وحي حلوان، ارجوكم 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 ان احنا دلوقتي محتاجين تطوير في ظل عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس الوزراء الرجل الخلوق المحترم اللي هو مش سايب حاجه نعملها، احنا عايزين تغيير، محتاجين نبص لاهل حلوان بصه مختلفه، بصه احنا مش عشوائيات، هي مش بلد عشوائيات، دي بلد كانت بلد من البلاد العظماء اللي كان فيها استراحه الملك نفسه، كان فيها
متأسف جدا. كان فيها من يعني من المعالم السياحية، فيها متحف الشمع، فيها عندنا الكبرتاج، كل ده هنستغله امتى؟ يعني احنا محتاجين ان احنا ننظر نظرة مختلفة، وبعذر حضراتكم على الانفعال علشان خاطر دي، يعني دي البلد اللي انشأت وتربيت فيها انا واهلي كلهم، فاحنا بنشوف ان حلوان بتروح للأسوأ، فاحنا بنتمنى وبنرجو السادة المرشحين الموجودين ان احنا ننظر نظرة مختلفة لحلوان، ننظر نظرة باختلاف، ان احنا النهاردة عندنا اماكن نقدر نستغلها، نقدر ما نتحمل، نقدر ما نخليش الدولة تتحمل الأعباء الموجودة دي، مش موجودة النهاردة في ظل السيد الرئيس، ما هو متحمل أعباء دولة، متحمل أعباء مشاكل كبيرة، احنا ممكن نعمل اكتفاء ذاتي. وهو الكلام اللي أنا سمعته لأول مرة في حلوان من مرشح، وهو الدكتور إبراهيم، وهو أنا مش بقول له كدعاية ولا بقول أي حاجة، لأن أنا استضفت الدكتور إبراهيم، هو من الشخصيات اللي أول مرة أسمع من مرشح عن إعادة هيكلة تخطيط حلوان، اللي هي احنا عندنا هيبقى عندنا اكتفاء ذاتي، اللي هو فين المرأة المعيلة؟ فين المستشفيات؟ احنا عندنا من الحاجات المسيئة جدا ان احنا عندنا بلد كاملة حلوان فيها تعداد مواطنين تصل الى 3.5 مليون بني آدم، احنا عندنا مستشفى حكومي ما فيهاش رعاية صحية. يعني احنا النهاردة بنخش بنقول فين الرعاية؟ فين حضراتكم في الكلام ده؟ يعني حضراتكم جايين دلوقتي تقولوا ان انتوا بتضيفوا حضانات، بتضيفوا بتضيفوا بتضيفوا، كان فين حضراتكم ايام الكلام ده ما كانش موجود؟ ايام ان احنا عندنا دلوقتي هو لازم ان السيد الرئيس هيحل مشاكل كل حاجه في البلد؟ لا، احنا المفروض نبص احنا بايدينا، احنا اللي هنغير، احنا اللي هنعمل، احنا اللي هنسوي، احنا اللي هنغير بايدينا، لو احنا ما غيرناش محدش هيغير لنا ومحدش هيقف معانا. فانا بطالب كل اهالي حلوان ان يتأنوا في اختيار مرشحين مجلس النواب المحترمين، علشان يساعدوا الناس، علشان يقفوا جنبينا، علشان احنا محتاجين اللي يطور من المكان ويكبر منه ويعلي من شأنه ويطور من خط التنظيم الكامل من حلوان. احنا دلوقتي بقى عندنا كمية عشوائيات غير طبيعية، لولا قرار السيد الرئيس بتقنين أوضاع الأبراج العشوائية احنا كنا هنوصل لمرحلة يعني ربنا يرحمنا منها، أو ربنا هو الوحيد اللي رحمنا منها. احنا كان عندنا كمية مشاكل هتحصل بسبب التكتلات السكانية غير طبيعية. يعني أرجوكم 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 إن إحنا محتاجين نتأنى في اختيار المرشحين المقدمين لمجلس النواب القادم. إحنا مش محتاجين، هو مش موضوع إن أنا معايا كام فهكسب كام، أو إن أنا هعمل إيه، أو إن أنا معايا فلوس كتير فأنزل فأعمل دعاية انتخابية أكتر فأبقى معروف أكتر. لا، انا ممكن ما يكونش معايا فلوس خالص، وممكن ان انا النهارده هدخل اقول لحضراتكم انا هخدمكم، انا معاكم، انا هقدر اغير معاكم، انا هقدر اعمل شخص ملموس، شخص اقدر اجيله، اقدر اروح له، اقدر اقول له ان انا محتاج حضرتك في حاجه، انا محتاجك، فهو يكون معاك. محتاج يغير، محتاج يناشد وزاره الصحه، محتاج يناشد وزاره الاسكان، يبقى على تواصل دائم مع الوزراء، يعمل لنا مراكز شباب في حلوان، يكتر من مراكز الشباب. احنا النهارده احنا عندنا كميه تكاتك في حلوان غير طبيعيه. فين حضراتكم من مشاكل التكاتك؟ هي اي نعم مشاكل التكاتك النهارده بتحل مشاكل مواطنين كتير، بس حضرتك قنن اوضاعها. احنا مشاكل التكاتك هي مشكله كبيره، لان اللي بيسوق التوك توك النهارده هو طفل غير واعي او يعي هو بيعمل ايه، او بيسوق استخدام الحاجه الموجوده معاه. فحضرتك النهارده لما تقنن لي اوضاعه وتعمل له النهارده تعمل له ترخيص، في بعض الاماكن عملت ترخيص للتوك توك عشان الناس تاكل عليه ايش، وهو بيخلي الموضوع مقنن. بقدر النهارده ما بيتمش بيه عمليات سرقه، ما بيتمش بيه الكلام ده كله. حضرتك ده دور عضو مجلس النواب النهارده تخش معانا تقول لنا انا عملت 1 2 3. احنا مش محتاجين حد يقول لنا انش، مش محتاجين حد يقول انا ممكن اعمل واعمل 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 واعمل، لا، انا محتاج حد على ارض الواقع، حد موجود، حد زي ما زمان كان الدكتور محمد علي محجوب موجود معانا وكان بيعمل، كان عامل لنا جامعه وراح كيري وعمل وخلانا وانشا لنا جامعه موجوده على ارض الواقع، عمل لنا مدارس، طور من الصحه، طور من التعليم، كل ده موجود. فين حضراتكم في الموضوع ده؟ انا محتاج من كل اهالي ودائره حلوان كل اللي انا بطالب حضراتكم بيه، وان احنا نتأنى في اختيار الشخص اللي بيمثل حضرتك. وحضرتك لازم تنزل، لان هو اعضاء مجلس النواب بيمثلوا حضرتك. فالنهارده لما تيجي تقول لي انا مش هينفع النهارده، انا مش هنزل، انا يعني انا هبطل صوتي، هنزل، لا، حضرتك لازم تنزل، لازم تنزل علشان تدي صوتك،
لازم تنزل عشان تختار مرشحها، لازم تنزل عشان حضرتك اما تنزل وينزل 20 50 مليون بني ادم بيقولوا احنا محتاجين الشخص ده يمثلنا، هو الشخص ده اللي هيجي. في ظل الدوله اللي احنا عايشين فيها الديمقراطيه اختيارك هو الموجود، انت اللي بتختار بنفسك، انت اللي بتحدد مصيرك، انت اللي عايز تطور من نفسك هتقدر تطور، مش عايز تطور من نفسك مش هتطور. انا محتاج اعاده هيكله حلوان بالكامل، محتاج النظره الى المراه المعيله، محتاج النظر الى للناس اللي تحت خط الفقر، محتاج نظره للعشوائيات، تطوير العشوائيات. انا مش محتاج ان انا اقول انا هعمل وهعمل وهعمل، انا محتاج حاجات واقعيه موجوده ملموسه على ارض الواقع بتقول لي اني انا هعمل، انا عملت مستشفى في مكان، انا طورت وعملت عنايه مركزه في مكان. لكن حضرتك النهارده طالع ايا كان هو مين الموجود على الساحة أو أيا كان هو مين المرشح، إحنا حضرتك أهل دائرة حلوان هم ليسوا بسذج علشان يختاروا نائب يكون هو لمصالح شخصية أو لأغراض شخصية، لا إحنا النهاردة محتاجين نائب يمثلنا فعلا، محتاجين نائب نتكئ عليه ويوم ما نحتاج له يبقى متواجد، يطور مننا، يكبر مننا، يطور من الناس، يبص للفقراء. الناس احنا عندنا في حلوان ناس تحت خط الفقر كتير جدا، فين الناس اللي ببص لها؟ فين دور حضرتك؟ حضرتك النهارده انت بتوصل صوتنا للمسؤولين، هو حضرتك هو المسؤول اللي في الدوله رجل مشكورا، هو مش هيبص لكل حي لان هو اختصاص حضرتك توصل الصوره الموجوده في الدايره بتاعت حضرتك من مشاكل، من مشاكل صحه، من مشاكل تعليم، من 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 كل ده. حضرتك متواجد فين؟ حضرتك فين مراكز الشباب الموجوده اللي حضرتك زودتها؟ فين مراكز الشباب الموجوده على ارض الواقع اللي ممكن اقول ان حضرتك طورت منها؟ لا انا محتاج 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 اني انا انظر للتطوير، محتاج ان انا اطور، محتاج ان انا اكبر من البلد اللي هي كانت بلد كل الناس بتجيلها سياحه. النهارده الناس بتخش حلوان بتقول لك ايه ده؟ احنا بقينا من المحافظات الثالثه، يعني احنا بقينا بلد الناس ما تعرفهاش، الناس ما بتخطرش على بالها او هي عارفه المكان حلوان نفسه ايه هو حلوان. لا احنا حلوان دي بلد كانت بلد الحضاره، بلد البشوات، البلد اللي كانوا البشوات نفسهم بيسيبوا اماكنهم ويروحوا اللي هناك للاستشفاء وللاستنقاء والكل ده. حضرتك فين فين كل ده؟ فين النظرة لمواطن حلوان المطحون؟ تمام. معانا مداخلة دلوقتي من أستاذ خالد، اتفضل أستاذ خالد. السلام عليكم. عليكم السلام، اتفضل يا فندم. حضرتك الباشمهندس كان بيتكلم على التكاتك في حلوان وكده. اتفضل يا فندم. انا وانا ماشي اصلا في طريق، المشكله ان هم كمان مش بيمشوا جنبي، دول بيمشوا في وشي عكس وبيمشوا اتجاه بمزاجهم يمين وشمال، الواحد بيخبط فيهم، ولاد الادب بلطجيه، حاجات كتير اللي انا مش يعني بتقابلنا وانا ماشي بالعربيه. تمام. حضرتك ده بيرجع برضو احنا هنقول لحضرتك برضو وهنقول لكل المواطنين حلوان، احنا ساكتين يا جماعه، احنا ساكتين وما عندناش درايه كافيه ازاي نقدر نختار الحد اللي يقدر يتولى امورنا، لان طبعا احنا مش هنسيب بيوتنا وننزل يعني نقف في الشوارع ونقف ننبه، يعني كل واحد وليه دور، لو كلنا حفظنا ادوارنا وعرفنا ازاي نتعامل، عشان كده بنضم اصواتنا ليكم وبنقول ازاي نقدر نتعامل. عشان كده انا وزميلي استاذ اسلام طالعين دلوقتي، يعني محتاجين توعيه، محتاجين نقدر نتعامل صح ونختار صح. اتفضل يا فندم. بنشكر حضرتك. احنا النهارده بنتكلم عن مشاكل الثقافه برضو، يعني أكيد. احنا برضو ده من ضمن، احنا مش هنحط كل الاعباء الموجوده على الاعضاء، انا بكلمه وبناشدهم لان حلوان نفسها محتاجه تخطيط شامل. اكيد. بص يا اسلام، هو يعني بحكم كده معرفتي الضئيلة عن موضوع الانتخابات أو حاجة، أنا قابلني ناس كتيرة جدا بتبقى كل همها هي داخلة تبقى عضو مجلس نواب أو عضو، معانا عضو مجلس نواب مجلس شعب. أه تمام. معانا أستاذ إيمان حسين مرشحة مجلس النواب عن دايرة حلوان. اتفضلي يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بيك حضرتك. مع حضرتك إيمان حسين عبد قاسم. أهلا بيك يا فندم. لسانس آداب وتربية إنجليزي جامعة حلوان. أهلا بحضرتك. أهلا بيك. محتاجين يعني لسه كنا بنتكلم 19 حلوان 160 المعصرة. كنا بنتكلم عن دايرة حلوان، محتاجين حضرتك تقول لنا رؤية حضرتك إيه وإيه إيه موقف حضرتك وأنت شايفة دايرة حلوان. بص يعني إحنا عايزين نشوف منظور حضرتك إيه لدايرة حلوان بالكامل. تمام. حضرتك أنا رشحت نفسي عن دايرة حلوان إيمانا مني على القدرة على حل المشكلات التي تواجه هذه الدايرة، دايرة 19. حضرتك حلوان دي منعدمة الخدمات، فأنا من مكان أو مسؤولية
ان انا اوجه او الفت نظر الدوله ان حلوان دي ناقصها خدمات كتيره ان احنا نقدر نعمل على حلها. عشان كده احنا حضرتك بنناقش انا شخص حضرتك. نفسي مش هدف مني ان انا اساوز بمنصب او كرسي او الهس وراء سلطه، حضرتك انا عايزه محتاجة، اعمل فعلا تطوير حضرتك جسمي ايه بدري البرنامج الانتخابي وشارك. بتاع حضرتك اللي يخليني انا كمواطن من اهل دايرة حلواني خليني انتخب حضرتك؟ اقدر ارشح حضرتك ويكون على ثقه كمان. اوكي تمام. اتفضلي. حضرتك انا اساسا من مواليد المنطقه، تمام. مواليد ايه يا فندم؟ منطقة ايه بالظبط؟ منطقه حدائق حلوان تمام تحديدا. اتفضلي. حضرتك انا حلوان دي فقيره جدا في كافه الخدمات، من حيث الرعايه الصحيه هي ما فيهاش الا مستشفى عام واحد بس بتخدم المنطقه كل باكملها، بتخدم حدائق حلوان والمعصره والتبين ومي واطلس. تمام. فاحنا عايزين ان احنا نلفت نظر الحكومه او نوجه نظر الحكومه ان احنا عندنا طبيعه الاقليم، اقليم صحراوي شاسع مترامي الاطراف. حضرتك طبيعتها ان هي من الاراضي الصحراويه من 15 مايو حتى شاطئ التعبان دي كلها اراضي صحراويه شاسعه. تمام. ان احنا بنطالب الحكومه او الدوله تدينا قطعه الارض وان احنا نقدر نبني عليها المستشفى عام لهذه المناطق. تمام. ده بالنسبة للصحة. تمام. بالنسبة حضرتك كمان من ناحية الرعاية التعليمية أو من ناحية التعليم، تمام. احنا عايزين نبني مدارس كثيرة لأهل هذه المنطقة، حيث إن أعدادهم كثيفة جدا. تمام يا فندم، حضرتك معانا على التليفون، احنا منزلين فيديو لحلوان زمان كان شكلها عامل ازاي، احنا عايزين حضرتك تبصي كده على الشاشة وتشوفي حلوان زمان كانت عاملة ازاي واحنا وصلنا بحلوان ليه. هو للأسف أنا مش أنا حضرتك في في تمام ميت يا حضرتك، المدرسة. نازلة صور، نازلة أوكي أنا صور مع حضرتك. نازلة صور اتفضل. لحلوان زمان، ايام اتفضل. الكابرتاج، ايام ما كانت حلوان فيها معالم سياحية الناس بتلجأ لها، ازاي نرجع ده تاني لحلوان؟ بالظبط حضرتك. دي حاجات سياحية في حلوان وعلاجية، حيث السياحة العلاجية. حلوان زي ما حضرتك عارف ان كان بيسكنها الملوك منذ القدم، تمام كانت فيه صراحة الملك فاروق تمام ومشت لجميع الناس من جميع الجهات. تمام حلوان ان هي فيها مركز الكبرتاج حيث المياه الكبريتية دي هي مياه معالجة للكثير من الامراض الجلدية ومعالجة الكثير من الامراض. حضرتك يا فندم احنا عايزين عملتي نعمل حصر على المشاكل في حلوان؟ تطوير مركز الكبرتاج. حضرتك عملتي حصر المشاكل في حلوان؟ مشاكل صحية، مشاكل تعليمية، المشاكل مشاكل المراكز الشباب اللي مش موجودة، كل ده حضرتك عملتيه؟ حضرتك في مدارس، حضرتك احنا كل المدارس في حلوان، لدرجة إن إحنا عندنا مدارس كثافة الطالب فيها بتوصل مثلا عالية جدا. بتوصل لممكن ل 100 طالب في الفصل. حضرتك عملتي حضرتك حصر بالظبط. للكلام ده؟ طبعا حضرتك انا متعايشه اساسا مع اهل المنطقه هنا، تمام. فعارفه ايه المشاكل اللي هي بتواجههم. ملمه اكتر حضرتك بكل المشاكل اللي بتواجه بالظبط. تمام اهل حضرتك، بالظبط حضرتك ايه حضرتك اهم؟ احنا عايزين نزود عدد المدارس لان تمام. في كثافه سكانيه عاليه تخدم هذه المنطقه. ايه اهم خلال البحث العلمي النقط اللي حضرتك في البرنامج بتاع حضرتك اللي اكتر، اول نقطه لو حضرتك النهارده بقيت عضو مجلس نواب هتعمليها وانت عضو مجلس نواب، اول حاجه حضرتك هتعمليها؟ يعني اكتر حاجه تتنفذ ايه هي تفيد الناس اول اكتر؟ حاجه حضرتك ان احنا عايزين نعمل مستشفى عام، يعني كل مطالب المواطن المصري البسيط او المواطن اللي هو متمثل في دائره 19 اهداف او احلام بسيطه جدا من خلال البحث الميداني معاهم. هم مش طالبين حاجات عاليه، هم طالبين بس مستشفى عام لان ما فيش الا هي مستشفى واحده وفقيره في كل الخدمات والاجهزه، يعني ما فيش تطوير. احنا عايزين نعمل فيها تطوير وندخل فيها دور رعايه وحضانات لان دي مشاكل بتواجههم. الرعايه وايه عفوا؟ وحضانات للاطفال والاطفال حديث الولاده. تمام. حضرتك في نقص في غرف الرعايه المركزيه. تمام تمام. حضرتك هتتواصلي مع اهل دايرتك ازاي النهارده لو بقيت عضو مجلس نواب؟ يعني ايه طريقه التواصل اللي حضرتك هتتواصلي معاها مع الناس، مع اهل الدايره بتوع حضرتك، في حين ان احنا في حضرتك اعضاء اتواصل مجلس معاهم. نواب بيمسكوا النهارده، بعد ما بيمسك بشهر بالظبط محدش بيعرف يوصل له اصلا. تمام. حضرتك اساسا ان المفروض ان هو عضو مجلس الشعب اللي هو متقدم للترشيح نفسه في مجلس النواب تمام حاليا
ان هو يعرف هدفه، ان هو داخل ان هو يقدم المواطن ده، تمام، ان هو يقدر يجيب له حقوقه وهو بكامل كرامته، يوصل له المتطلبات بتاعته. هي متطلباتهم كلها بسيطة ومشروعة، هم عايزين فعلا حد يوصل له، يوصل له، يوصل صوتهم بصدق ويحقق لهم مطالبهم. يعني حضرتك من خلال تقدري البحث تقولي، الميداني بتاعي مع الناس، حضرتك حضرتك تقدري فضل. تقولي ان اللي بيدخل بيبقى حاطط في حساباته ان هو داخل يخدم اكتر ما هو داخل يتخدم، لان تلت معذره طبعا لحضرتك ولكل الناس المرشحين طبعا، مع احترامي للجميع يعني، مع احترامي لكل الجميع، فبيبقوا داخلين على درايه كافيه او كامله ان هو هيخدم او هيتخدم اكتر، فدي كوارث يعني. احنا اللي بنقول كده، ده احنا بنوصل رساله صوت الناس، يعني صوت اهل الدايره والكلام اللي بيتقال، ان انا النهارده كمواطن من اهل حلوان اي حاجه انا بقولها النهارده في الحلقه فانا بقول على لسان اهل الدايره نفسهم، هم بيقولوا ايه، دي المشاكل اللي بتتقال لنا الواقعيه يعني الموجوده. يعني احنا بنحط اصواتنا وما بنلاقيش، داخلين يتخدموا اكتر ما يخدموا. فحضرتك شايفه ايه في الموضوع ده؟ ايوه بالظبط، هما فعلا عندهم حق، يعني هم عندهم حق، تمام. لان في سنين دي كلها ما فيش حد عمل حاجه ولا تطوير او حاجه ان هي ملموسه ان هم يقدروا يوصلوا لها. فهم عايزين، يعني هم ناس بسطاء جدا، هم عايزين حد يصدقوه وحد يوصل مطالبهم البسيطه ديت بضمير، عشان كده وتوصل يقدروا لهم خدمات. حد عنده؟ اتفضلي. عشان كده يقدروا ونقدر نهتم اكتر. حضرتك مطالبهم بسيطه جدا. بما ان حضرتك بتمثلي المرأة على مقعد المرأة، تمام، حضرتك هتعملي ايه للمرأة في حلوان؟ المرأة دي اللي هي حضرتك بتنقسم لأنواع كتير، بتنقسم للطبقة العليا والمتوسطة والفقيرة وتحت خط الفقر، والمرأة المعيلة ايوه. والمطلقة، كل ده حضرتك هتعملي معاه ايه؟ حضرتك بالنسبه للمرأة هي ليها دور كبير معانا جدا، لان المرأة هي اساس ليها يعني ادوارها بتنقسم معانا. حاسه ان هي تبقى الزوجة وتبقى ام وزوجة وابنة واخت، فليها دور كبير جدا معانا. من حيث المرأة المعينة ان احنا بنقدر نوفر لها، حضرتك ان في سوري بس معلش، هو بس معلش حضرتك لو تسرح مني. عايزك تفضلي معانا، سامعين حضرتك سامعين كويس؟ حضرتك اتفضلي. ايوه اتفضلي. وازاي بيبقى تحت ايديها اجيال بتقدر تقدمهم للدولة ويطلعوا كوادر مهمة، فطبعا بيبقى عليها برضو ضوء كبير جدا. اتفضلي. احنا سامعين حضرتك سامعين كويس. حضرتك مع حضرتك. المرأة المعينة ان احنا نوصل لها اللي الدخل، يعني نقدر نوصل لها. الو، هو ممكن حضرتك بتوطي حضرتك صوت ممكن التلفزيون؟ التلفزيون شوية عشان انا حاسة ان انتوا مش سامعين. لا احنا سامعين حضرتك سامعين كويس حضرتك، جدا. ممكن توطي التلفزيون بس من حضرتك شوية. طيب اسلام، احنا يعني هي يعني مشكوره طبعا، قالت انا اكتر من اقول حاجه واكتر من ضوء طبعا في الحمله الانتخابيه اللي احنا داخلين عليها، فعايزين برضو ايه بهداوه كده عشان الناس تقدر تبقى فاهمه محتاجين اكتر بالظبط ايه اللي هيحصل، يعني احنا في توعيه كده. محتاجين ان احنا النهارده نوعي الناس الاول ازاي النهارده اطور من نفسي، علشان اطور من المكان اللي انا قاعد فيه النهارده اللي انا موجود فيه. يعني انا بناشد اهل الدايره اني انا اغير من نفسي، يعني انا النهارده مثلا عندي مشكله زي مشكله التكاتك اللي هي كل الناس دي كارثة. بتشتكي منها. دي مش هي مش مشكلة، دي كارثه قد ما هي ان برضه هي احنا خلينا نقول ان هي بتخدم فئه معينه، وهي ده المصدر الوحيد اللي بيديله، يعني هو ده مصدر رزقه. فهو احنا ما عندناش مشكله خالص ان هو يكون في عنده موضوع معايا. طب معانا مكالمه تليفونيه، استاذه ساره من القاهره. اتفضلي. اتفضلي. الو، مساء الخير. مساء النور. ازي حضرتك يا باشمهندس، ايه الاخبار؟ الحمد لله، اتفضلي يا فندم. الحمد لله. دلوقتي انتوا بتطالبونا ان احنا ننزل ننتخب، واحنا ما عندناش اي امل خالص، لان من كتر ما احنا بننزل ومن كتر ما الناس بتترشح ومن كتر ما احنا ما بنشوفش اي حاجه ملموسه، فانا ما عنديش اي امل خالص ان انا انزل. ايه بقى اللي يضمن لي ان انا لما انزل انتخب الشخص ده اضمن ان هو هيعمل لي اللي انا عايزاه، او اختيار هيعمل حضرتك، للمنطقه اللي احنا عايزينه؟ اختيار حضرتك يعني ان انا احسن الاختيار ان انا اشوف حد فعلا هو نازل، حتى لو هو اللي هو معهوش فلوس خالص، بس اللي هو بس داخل عنده علشان خطة. يخدم الناس. هو الموضوع المشكله ان الناس بتاخده موضوع مادي،
انا مش عايز احسبها ان انا ماديات، ان اللي معاه اكتر احنا هو مش اللي عايزين هو اللي ماديات بيبقى يا كده. باشمهندس، احنا محتاجين حد يخدم المكان بس مش اكتر. يبقى انا عشان كده يا اختار استاذه افضل ساره حد. احنا معاكي انا اهو البرامج، موجودين. انا بسمع البرامج بتاعه المنتخبين كلها حلوه جدا، لكن وقت التنفيذ مفيش تنفيذ باي حاجه من اللي هو بيقولها. ما هو بيوضح الباشمهندس اسلام دلوقتي ان احنا يعني كل حد نازل عارف هو بيعمل ايه، معاه خطه نقدر نميز بعقولنا الحد ده هيشتغل ولا لا، وبنطالب معاكم وبنضم صوتنا لصوتكم ان اي حد بيمسك كرسي يهتم وما يختفيش ويدخل يخدم اكتر ما بيتخدم. عشان كده احنا موجودين معاكم النهارده عشان يبقى في حمله توعيه بسيطه لينا وليكم ولكل الناس اللي بتبقى موجوده. يعني عشان كده الباشمهندس بيتكلم، بنضم صوتنا لصوتك يا استاذه ساره. تمام، بنشكر استاذه ساره، وبرضه اشكرك بقول جدا. لحضرتك هي الفكره كلها اني انا اشوف البرنامج الانتخابي لازم يكون برنامج انتخابي واقعي. أكيد يعني النهارده ما حدش يقول لي يعني عيشني اللي هو يعيشني النهاردة بسندبات اللي هو انا هعمل وهعمل وهعمل. في وبعد كده حاجات تختفي، واقعيه يعني حاجات ملموسه. النهارده ده انا حقيقي. هعمل فهعمل ايه؟ النهارده مثلا انا هعمل لك 1 2 3، هل 1 2 3 اللي بيقولوا لي ده واقعي؟ ويكون هل في هو في مصداقية خطه وخطة، زمنيه يقدر يعني ينفذ فيها الكلام صح ده؟ هل مظبوط. هو انا موجود على الساحه علشان خاطر اقول انا هعمل وهعمل 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 بدون ما انا عامل بلان همشي عليه، بقول ان في الوقت الفلاني انا هعمل كذا. انا النهارده قعدت على الكرسي، مجرد ما قعدت على الكرسي ده هل انا بعد مثلا سنه هكون عملت كذا، بعد سنتين هكون عملت كذا، بعد 3 سنين؟ انا الخطة بحس ان بتاعته الناس عامله البرنامج الانتخابي بدون مواعيد محدده. ما انا النهارده لو هو عامل لي مواعيد محدده انا هقدر احاسبه، ده حقيقي. هقدر اقول له انت تأثرت في ده، انت عملت ده. لكن هو الفكره ان في ناس، في بعض المرشحين او بعض النواب، مش كل النواب، لما بيقعد على الكرسي هو بينسى، خلاص هو خلاص بتنسى، هو مجرد ما قعد على الكرسي هو نسي البرنامج الانتخابي، ده هو نسي حقيقي. كل حاجه، بيرجع يتذكر ان هو عضو مجلس نواب عن دايره معينه قبل الانتخابات ب3 شهور، عشان علشان كده هو يا عايز اسلام الناس ترشحه تاني وعايز ده الناس حقيقي، ترجع تسمعه تاني. ده في حقيقي. احنا بس الفكره كلها فكره التوعيه، اني انا اسمع او اني انا اجبر المرشح اللي قدامي ان هو يقول لي خطه زمنيه. لا حضرتك انا مش عايز برنامج انتخابي خالص، انا عايز حضرتك تقول لي انا هعمل، انا عندي مشكله 1 2 3، بعد الواحد 2 3 هعمل واحد بعد سنه، هعمل واحد بعد 2، هعمل واحد بعد 3. يبقى انا اقدر احاسبه ان حضرتك، لو ما اجبرش حضرتك ان انت تقول لي مثلا هعمل حاجه بعد 3 شهور، فانت لا، انا ما بزنقش حضرتك خالص، انا بقول لحضرتك ادي لنفسك الوقت. انت تلاقيهم فعلا هتكرس، انت المفروض حضرتك النهارده عضو مجلس نواب بتكرس حياتك كلها لخدمه الناس، لان هم هو انت المفروض حضرتك اللي بتمثلهم عند الدولة، بتوصل صوتهم للدولة. عنده مشاكل في وزارة الإسكان حضرتك بتحلها، عنده مشاكل في وزارة الشباب والرياضة حضرتك بتحلها. انت حضرتك موجود في الكرسي اللي انت موجود فيه علشان تخدمني انا، ده انت حقيقي. بتمثلني انا كمواطن النهاردة كدولة. النهاردة رئيس جمهورية بيمثل الشعب، هو بيمثل الشعب في كل حاجة، هو بيمثل الشعب بره داخلي وخارجي، وشايل هموم الشعب حتى هو نايم. يبقى انا ادور على ايه؟ ادور على اني انا اختار عضو مجلس نواب متواجد، يكون عنده واختار خطة. حاجه تاني، اختار عضو مجلس نواب مش يطلع ان هو يترشح النهارده يكون هو مثلا من سكان التجمع او سكان اكتوبر او سكان ايا كان المنطقه ايه، بره القصص اللي احنا وبترشح عن بنعيش الدايره. فيها طب انت حضرتك بترشح عن الدايره، يعني انا عايز بناء اسال على ايه؟ سؤال، حضرتك بترشح عن الدايره بناء على، انا النهارده دلوقتي انا واحد من اهل الدايره قابلتني مشكله، المشكله دي انا احلها ازاي؟ يعني انا كمواطن من اهل حلوان قابلتني مشكله، المفروض ان انا هروح لمين؟ ما هو عشان كده يا مين اسلام احلها لي؟ بيحصل حاله ركود، والناس زي استاذه ساره وطبعا اكيد في ناس مش عارفه توصل لنا دلوقتي بتبقى خلاص فقدت المصداقيه. فاحنا بنطالب اي عضو مجلس شعب بيحب ينورنا وينور الدنيا كلها يكون داخل معاه خطه قويه جدا ويكون على درايه كافيه ان هو داخل يخدم اكتر ما يتخدم. معانا مكالمه تليفونيه معانا استاذ يلا علي بينا. من المعصره، اتفضل. السلام عليكم. السلام. السلام اتفضل. عليكم. عليكم عليكم السلام. السلام. بعد اذن حضرتك، الكلام اللي بيتقال في كل دوت ما بيحصلش منه اي حاجه خالص. كلام ايه يا فندم؟ كلام ايه يا فندم؟ الكلام اللي هو بيتقال دلوقتي احنا بنخدم وهنعمل وهنعمل وهنعمل، احنا عندنا مشاكل بقى لها 10 سنين ما اتحلتش. تمام. عندنا مشاكل ايه يا فندم؟ مشاكل بوابه الكهرباء، في بوابه الكهرباء قاطينا من قبل ما بالراحه بس يا فندم، كورونا ممكن بس ما تيجي، ممكن حضرتك تتكلم بس بالراحه عشان عشان نقدر نفهم، كلنا نسمعك عشان نقدر نسمعك. وصوتك يوصل اكتر يعني. اتفضل. عندنا مشاكل بقى لها 10 سنين حضرتك. مشاكل ايه يا فندم؟ مشاكل في طريق خلف سور الكهرباء ده مقفول بقى له 10 سنين، البوابه بتاعت الكهرباء اللي بنعدي منها قافلينها علينا بقى لهم من اول كورونا بدات. تمام. في مشاكل المدارس، ما عندناش مدارس حضرتك. تمام. العيال بيمشوا 5 كيلو 6 كيلو عشان ممكن يروحوا بس المدارس. في حضرتك مدارس، ممكن حضرتك بالراحه يعني تتكلم بالراحه عشان الناس، عشان عشان نوصل نقدر صوتك، نوصل نقدر صوت نوصل حضرتك. في ورق طالب المدارس حضرتك بقى لهم 10 سنين، كل الحلوين اللي هم كانوا ماسكين
كل بيجي يقعد يتكلم وهنعمل وهنعمل وهنخلص وهنحل وهنحل وهنحل، ومفيش حد بيحل حاجه حضرتك. تمام. انت حضرتك كان اسال حضرتك سؤال، معلش، هو انت حضرتك ليه ما رحتش لاعضاء مجلس النواب بتوع الدايره بتاعتك وقلت لهم انا عندي مشكله 1 2 3؟ جم قبل كورونا وقعدوا وعملوا، واخد بالك انت، وبيتكلموا بيعملوا لنا طريق ورد. تمام. بيبنوا لنا طريق ورد. تمام. وبعد ما بيمشوا مفيش حاجه بتحصل. تمام. احنا عندنا بوابه مقفوله من قبل كورونا ما تيجي. حضرتك البوابه دي مقفوله ليه؟ ايه السبب؟ ما عندنا عشان كورونا. تمام. عشان كورونا. تمام. بتاع الكهرباء هتبقى قال لك عشان الكورونا. طب انا دلوقتي المدارس هتفتح. وفي مدارس ما كان الورق بتاعها جاهز والفلوس بتاعتها جاهزه. حضرتك هو البوابه دي اللي قافلها بالراحه، بس هو اللي قافل البوابه دي هو الحي ولا بتاع الكهرباء؟ لا بتاع الكهرباء، بتاع المساكن نفسهم. بتوع المساكن نفسهم اللي هم اهل المكان نفسه؟ الله ينور عليك، اهل المكان نفسه. تمام. هي هل هي البوابه دي بتسهل على الطلبه؟ طبعا طبعا طبعا، بتسهل على الناس كلها، اللي رايح الشغل واللي جاي بالليل واللي معاه عيال واللي حامل. تمام. هو اعضاء مجلس النواب لما جه لحضرتك وقعد مع الناس المفروض ليه ما حلش الموضوع؟ ولا عمل، ما عملوش حاجه حضرتك، ما حلوش اي حاجه. حضرتك البوابه دي بتخدم كام مواطن في المعصره؟ كتير كتير، الاف. ده هنا في الدواجن حضرتك، مش في المعصره، احنا في الدواجن. في الدواجن. تمام. ورا الكهرباء على طول. تمام. دي البوابه الاماميه حضرتك اللي على الكورنيش ولا البوابه الخلفيه؟ لا، اللي هو الخلفيه حضرتك. تمام. ده هي البوابه اللي بيخش منها الطلبه. في مدارس، وفي ورق، في ورق قبل المدارس، في عند الارض جنبنا هنا الورق بتاعها جاهز علشان يبنوا عليها مدارس. البوابه دي اتقفلت يعني؟ معلش يا فندم، البوابه دي اتقفلت بس علشان الكورونا، مش عشان حاجه تانية. عشان الكورونا بس، عشان الكورونا بس. هو المسؤول عن فتح البوابه دي مين؟ مدير الكهرباء، مدير الكهرباء. تمام. احنا بنناشد من هنا مدير شركة الكهرباء بعد اذن حضرتك استثناء علشان خاطر اولادنا الاطفال اللي رايحين المدارس. حضرتك مشكورا، ممكن حضرتك حتى لو تفتحها بس لفتره معينه الصبح علشان الطلبه وهم معديين ما يتعرضوش لمشاكل على الكورنيش، لان حضرتك البوابه اللي هو بيتكلم عليها دي بتبعد الطلبه وبتخلي الطلبه تعرض نفسها للخطر، لان هي بتعدي من طريق كورنيش مليان عربيات. حضرتك الطلبه دي، حضرتك انا بناشد حضرتك وبترجاك ان دي طلبه ممكن يحصل لها مشاكل. حضرتك يعني مشكورا، ممكن تفتح البوابه دي اثناء وجود الدراسه حتى لو صباحا فقط علشان خاطر ما يعرضش حياه اولادنا الطلاب اللي هو ممكن يكون ابن حضرتك، ممكن يكون ابن اختك، ممكن يكون ابن اخوك. فمشكورا حضرتك بنناشدك من هنا من مكاننا ده، وبنقول لحضرتك بعد اذن حضرتك محتاجين ان احنا نفتح البوابه لاولادنا والاولياء الامور كمان، وتبقى حضرتك على تواصل معاهم عشان يقدروا يفهموا برضو الدنيا ماشيه ازاي. بنشكر حضرتك يا فندم، شكرا. يعني احنا كده اسلام بنضم معنا صوتنا، معلش، معانا استاذ هاني من حلوان، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام ورحمه الله. ازي حضرتك؟ الحمد لله، اتفضل. اهلا بيك. الله يكرمك يا فندم. بقول لحضرتك بالنسبه للنواب فعلا، اللي احنا يعني كل يعني مش السنه دي ومش السنه اللي فاتت ولا قبلها، كل نائب يجي ولا كل حد يجي يقول انا هعمل واعمل واعمل، طبعا ما فيش اي حاجه بتتعمل. مشكله واحده. تمام؟ احنا عايزين بس حضرتك حاجه واحده بس. اتفضل. حضرتك عايزين اللي يعني ان اللي يمسك ده، مش عايزين اكتر من ان هو يتقي ربنا في المجال اللي هو فيه، مش اكتر من كده. حضرتك محتاج اسمع من حضرتك المشاكل الموجوده فعليا علشان كل الناس تسمع المشاكل الموجوده في حلوان. يعني ايه المشاكل اللي حضرتك لجأت انا فيها؟ مش هذكر لك حضرتك، انا مش هذكر لك مشاكل معينه. ايه المشكله الشائعه اللي حضرتك شايفها؟ ايه اكبر مشكله حضرتك شايفها بعينك وشايف ان هي ما اتوجدتش ليها حلول؟ يا استاذنا انا، لا هو في حاجات كتيره، يعني في الاخ دلوقتي اللي اتكلم في الاول خالص اتكلم على موضوع التكاتك ده. تمام. تمام. معلش التكاتك، يعني انا مش هقول لك ان موضوع التكاتك ده عامل مشكله جامده جدا. تمام. بس حال يعني حال المشاكل كبيره جدا اسريه. انا عارف، انا عارف. صح. احنا بنطالب بتقنين الاوضاع زي ما انت ما قلت في البدايه، زي ما انت ما قلت حضرتك في البدايه، ان احنا نطالب بتقنين الوضع. بالظبط. ما ينفعش ان يكون عنده، ما نقدرش نناشد لان ده فاتح بيوت ناس سبع سنين. تمام. يكون حد راكبه فاهم يا فندم، يكون حد راكبه فاهم، احنا بنساعد برضو مع الناس، يكون حد فاهم، ما يمشيش جنب واحده ست طالعه تدخل بنتها او ابنها حضانه او مدرسه وهي حامل ويروح خابط فيها مثلا. يعني يا استاذنا خلاف كده، معلش خلاف كده، معلش يا فندم، انت يعني معلش، انا اكلمك بقى. اتفضل. انا شغال في مهنه التوك توك. تمام. تمام. مش عايز اقول لك يعني 99% من اللي شغالين فيها لا يصلحوا ان هم يركبوا التوك توك. بالظبط كده، ده اللي احنا دي المشكله كده يا فندم. تمام.
هي مشكلتنا في الاطفال. انا عندي 41 سنه تمام، عندي اربع اطفال. ربنا هو يخليهم ده مجالي الوحيد، مفيش ايه، ربنا يخليهم لحضرتك يا فندم. احنا هو ده مجالي الوحيد، هو ده المجال الوحيد تمام. فانا انا نفسي يعني انا نفسي، هي دي ما كانتش مهنتي اصلا، ما كانتش شغلانتي، بس هو ربنا قدر ان هي تبقى شغلانتي تمام جدا. انا مش مشكله ماشي، احنا على عينينا وراسنا والله، ويعني احنا معاك برضو بنسندك في كل حاجه، بس انت مش هتدي توك توك لابن حضرتك وتقول له معلش اصل انا مثلا مريح شويه وانزل سوقه، فاكيد احنا برضو على درايه ان احنا يعني نتعامل، مش طفل يركب لي توك توك ويعمل حوادث وكوارث في الشارع. لا ما ينفعش طبعا، مش ضدك طبعا. انا بقول لحضرتك حضرتك. انا شغال في المجال، انا بقول لحضرتك انا شغال في المجال ايوه، و 99% من اللي موجودين ده. دي حاجه تحترم ان حضرتك من الناس اللي بتاكل عيش من حاجه زي التوك توك، ومع ذلك حضرتك بتنتقد الحاجه الموجوده، وده كان دور اعضاء مجلس النواب ان حضرتك تقنن اوضاعه، حضرتك تعمل له حاجه. انا ما ينفعش ان انا امنعه نهائي. لا هو ما اقدرش امنعه، لان ده فاتح بيوت ناس كتير، احنا ما بنناشدش ومحدش يقدر يقول ان التوك توك يقدر يتشال، لان هو فاتح بيوت ناس كتير جدا. احنا بنقول بس تمام. نبقى على درايه ازاي اللي راكب التوك توك ده يبقى عارف هو بيعمل ايه، وما يكونش سن صغير، يعني انت ما تامنش حتى ان انت تديه لابنك. تمام، هو المكالمه فصلت، بنشكر حضرتك. بنشكر حضرتك جدا. نطلع فاصل اعلاني ونرجع لحضراتكم مره تانية. اهلا بيكم جديد، ولسه مكملين في كل المشاكل اللي بتقابل دايره حلوان، واحنا معاكم قلبا وقالبا انا وزميلي استاذ اسلام، باشمهندس اسلام، فعايزين برضو نشوف ايه المشاكل، الدنيا ماشيه ازاي، نقدر نتعامل معاها ازاي، نكون على درايه كافيه ازاي، نقدر ننتخب الناس اللي تستحق. مش ضد التكاتك ولا اللي سايقين التكاتك، بس احنا محتاجين ان نكون على درايه كافيه، ما نكونش في اطفال بتركبها. يعني احنا معاكم ومستنيين مدخلات. بس الفكرة كلها ان احنا مش محتاجين، احنا ما بنضطهدش حد او ما بنجيش على حد، واحنا عارفين ان مصدر التوك توك ده مصدر رزق ناس كتير قوي، بس احنا الفكرة كلها ان انا بلوم على اعضاء مجلس النواب، ان انت كنت ممكن تقنن وضعه، كان ممكن تعمل له حاجة كويسة، كان ممكن تظبط حضرتك تنزل الحي، لان احنا دلوقتي ما عندناش مجلس محلي. حضرتك دلوقتي دورك في المنطقة بتاعتك او الدايرة بتاعتك ان انت بتقوم بدور وظيفتين موجودين، ان انت عضو مجلس محلي وفي نفس الوقت عضو مجلس نواب، فحضرتك متواجد فيه، يعني ايه الحاجه الملموسه الموجوده اللي حضرتك عملتها في المكان؟ حضرتك النهارده عندك مشكله؟ احنا بنسمع عن سرقات كتير جدا، يعني هم دلوقتي بيستغلوا، هم بيسوقوا سمعه سواقين تكاتك، مع ان احنا دي وسيله مواصلات سهله جدا، يعني احنا في بعض الاماكن في حلوان ما بيقدروش ان هم يدخلوها، يعني في عربيات مستحيل يدخل المناطق دي، فهي مسهله على اهالي حلوان كتير جدا، بس احنا بنطالب بإيه؟ إن احنا نقنن وضعها، مفيش طفل يركبها، بياناته تبقى موجودة، نعمل له حتى لو رخصة حي، يعني احنا ممكن نعمل لكل سواق توك توك ورقة يمشي بيها، يبقى مسجل في الاسم أو مسجل في الحي، فحضرتك بدورك ممكن تنزل في الدايرة بتاعتك، مش شرط إن أنا أطلع قرار وزاري علشان خاطر أعمل لأهل الدايرة بتوعي، لا خالص، أنا ممكن إن أنا أعمل له هو ورقة يسوق بيها، يبقى أنت النهارده أنا مسجل التوك توك دوت موجود عندي، ومعايا ورقة بتقول إن سواق التوك توك ده هو اسمه فلان الفلاني، فما بوقف التوك توك بالرقم ما ينفعش لا يقود التوك توك الا صاحبه، فبالتالي انا عارف ان انا في اي حمله هتنزل في اي وقت يبقى انا مامن، مفيش سرقات، مفيش سوء فهم، مفيش مشاكل مروريه فظيعه، يعني النهارده سواق التوك توك ممكن يكون ماشي يمشي على الكورنيش، يعني بيمشي على الكورنيش بطريقه عكس عادي جدا. عشان كده انا كنت بتكلم دلوقتي والاستاذ ممكن يكون فاهم كلامي بس بشكل مش صحيح، مش اي حد يركبه، مش اطفال صغيره، يعني انا ما اجيبش مثلا 3 4 تكاتك عشان اتاجر بيهم وان انا باكل عيش وانزل عليهم 3 4 اطفال، انت كده بتضيع حياته وبتضيع حياه البني ادم اللي ماشي جنبه على الارض. فاحنا برضو يا جماعه بنتراوب افكارنا كده ونختار برضو الناس اللي تقدر تخدمنا وتكون داخله عارفه ان هي بتخدم اكتر ما بتتخدم. انا عندي راي. معانا مكالمه تليفونيه، استاذ سالم من كفر الشيخ، اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام، اهلا بيك. معك استاذ ياسر خلاف من كفر الشيخ. استاذ حضرتك بس وطي صوت التلفزيون عشان نقدر نسمعك. اتفضل يا فندم. تمام، بنشكر حضرتك، ممكن تعاود الاتصال بينا مره ثانيه.
فاحنا النهارده بنتكلم عن مشاكل كبيره، مش مشاكل يعني التوك توك النهارده هي مشكله دايره حلوان بس عامه، يعني هي مشكله مصر كلها اماكن كتيره جدا طبعا بالظبط. فاحنا النهارده بس احنا بنتكلم يعني احنا مخصصين الحلقه دي لاهل دايره حلوان، فاحنا طبعًا. بنتكلم عن دايره حلوان ان انت ازاي تقدر تغير اللي عايز يعمل معذره، وانا اللي عايز يعمل حاجه بيعملها. يعني النهارده لو انا من اهل دايره حلوان وانا عايز اخدم فانا بخدم، هي الموضوع ان انا عضو مجلس نواب، مش موضوع ان انا حد مثلا في مشكله عند حد في اسم او في حد، دي مش مشاكل، لا خالص مشاكل مش الشخصيه مخيص. ده مش دوره لا مش عامه مخيص. يعني النهارده مش الدور الخدمي بتاع حضرتك ان انت تنزل في مشكله عند فلان هم عاملين مشاكل مع بعض، فانت بتروح حضرتك تتصالح تعمل مصالحه ما بينهم او بتعمل مثلا بتحل المشكله ما بينهم، وده مش دور حضرتك، هو دور حضرتك دور خدمي. حضرتك تيجي النهارده تعمل لي حاجه ملموسه، النهارده تحل لي مشكله، تحل لي مشكله زي التعليم، يكون في مصداقيه ما بينه وما بين الناس، يكسب لا. الناس. وفي حاجه تانية اني انا اعمل وقت، انا من الناس اللي بتقول اي مرشح انتخابي بيعمل النهارده لنفسه دعايه انتخابيه او البرنامج بتاعه بدون جدول زمني، ده حاجه مش واقعيه. هيقول لحضرتك اصل انا النهارده انا مش بايدي، انا ممكن النهارده اروح اقدم الطلب يتاجل شويه ما يتاجلش شويه. لا يا فندم، حضرتك النهارده دورك ان انت النهارده انت جهه رقابيه، فحضرتك النهارده ما تروح تقدم ورقه علشان تاخد لي تخصيص قطعه ارض بعمل مدرسه هتقدر تعمل، لان في اعضاء مجلس نواب سابقين من قبل سنه 2005 كانوا بيعملوا لحلوان وعملوا جامعه لحلوان وعملوا مدارس لحلوان وعملوا كتير. معنى كده ان في ناس تقدر تعمل، أيوة يعني في ناس تسهيلات. تقدر ليك تسهيلات يعني تقدر موجوده أيوة. النهارده اقدر اعمل مركز شباب، النهارده فين مراكز الشباب؟ احنا عندنا مراكز الشباب درجه 20، يعني في حلوان مراكز الشباب مش موجوده اصلا. النهارده انا بتكلم النهارده الطفل الموجوده هيطلع طاقته في ايه؟ ما انا النهارده لو رايح نادي خاص انا بدفع مبالغ، فانا ايه البديل بالنسبه لي؟ صح، مركز الشباب. طبعا فانا النهارده لما اخد اولادي اروح ادفع اسعار رمزيه لان الدوله طبعا بتدعم، فحضرتك هي الدوله مش هتدور تلف على كل مراكز شباب كل الدوائر اللي في مصر، لا انت حضرتك المفروض دور حضرتك بتقدم بتقول ان انا عندي مشكله 1 2 3، دور حضرتك بقى ان انت مقصر او دور حضرتك ان انت مش مهتم بالموضوع او حضرتك بتقدم الورقه عشان تصورها وتنزلها وتقول انا قدمت وعملت وسويت، احنا مش محتاجين ده خالص. او مش فاهم انت داخل على ايه مثلا، يعني فلازم تكون على درايه كافيه كعضو مجلس نواب او عضو مجلس شعب ان انت داخل تقدر تفيد الناس الغلابه الطيبين البسيطه دي وتكسب قلوبهم عشان تقدر برضو يوصلوك للمستوى اللي انت محتاجه وتوصلهم برضو لكل احتياجاتهم اللي هم موكلينك فيها كراعي، وكل راعي مسؤول عن رعيته. فاتمنى فعلا نتكلم عن ده، نتكلم عن الطبقه البسيطه، الطبقه البسيطه اللي محدش اصلا بيتكلم، يعني انا ما بسمعش حد يتكلم عن طبقه بسيطه يا اسلام تعبر او ما بتعرفش تعبر، فاحنا محتاجين ان احنا نتكلم بلسان الناس دي، نتكلم بلسان ام هي بتعول 5 6 اطفال، هي ام ب 100 راجل، هي ام النهارده جوزها توفى فهي شالت مسؤوليه 5 6 اطفال. فحضرتك لما اروح النهارده انا عندي مشكله معينه، فانا عندي المشكله دي ايا كان فين الجهه اللي انا موجود فيها، حضرتك بدورك ممكن النهارده بعضو مجلس نواب تعمل جمعيه اسمها جمعيه رجال اعمال الدايره بتاعت حضرتك، بدل ما هم بيعملوا حاجات وكل واحد بيعمل حاجه لوحده، لا حضرتك ممكن تلم رجال الاعمال كلهم وتعمل افكاري ونسق جدول وامشي عليه عشان يكون في يعني توعيه ومصداقيه تكسب الناس. تمام، احنا معانا مداخله تليفونيه، استاذ كمال من البحيره اتفضل يا فندم. السلام عليكم حضرتك. عليكم السلام، اتفضل. ازي حضراتكم؟ اهلا بيك يا فندم، منورين البرنامج والله. ده نور حضرتك، اتفضل. انا مش من حلوان بس هكلمك في العموم. اتفضل. عمومي يعني. اتفضل يا فندم. اللي انا مش عاوز واحده محليه يبقى فيها 100 موظف، يعملوا ايه ال 100 موظف دول؟ تمام. يعني قاعدين ال 100 يعملوا ايه؟ وكل والساعه 2 تروح تلاقيهم كل واحد في خط سير وطالع على بيتي، يعني يقول لك خط سير حاجه عارفينها هم. تمام. يمضي خط سير كده بورقه من وصل اصفر. ويقول لك ده راح خط سير مش عارف فين، هو بيته. تمام. انا خدت موظف بتاع الرقابه وديته لواحد في بيته النايم حاط رجل على رجل كده. ويقول لك فين؟ في خط سير. تمام. ماشي، مستشفى معموله على احدث نظام. تمام. ما بيدومش كتير يا فندم، واحنا موجودين. تمام. عشان نوعي الناس. هو الخط قطع. احنا بنشكر حضرتك جدا على المداخله دي وكلام حضرتك مظبوط. احنا دلوقتي دورنا ان احنا بنوعي الناس اللي هي ما مش قادره تفهم ان في ناس بتبقى ماسكه مناصب هي غير كف بيها. للاسف وقت حلقتنا انتهى، بنشكر مش هيكفينا يعني، بس بقى الخاتمه مع زميلتي مي.
وبشكر حضراتكم جدا. يعني احنا معاكم ومحدش فعلا يشيل هم حاجه، واحنا بنوعي الناس اللي هي ما هيش قادره يكون في فكر ليها، او محدش يحبط يا جماعه، ننزل ونواجه عشان نقدر نطور ونعلى باجيالنا ونعلى بالبلد اكتر، ونكون في مصداقيه نتوصل بعض كده، ويكون الحياه حلوه عشان نقدر نتعايش فيها. انا بشكركم جدا، وبشكرك يا اسلام ان انا كنت معاك النهارده، وبشكر كل المداخلات. نشكر حضراتكم جدا، نشوفكم في الحلقه القادمه ان شاء الله. شكرا، مع السلامه.